عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. غنديروا الكراطان، هاد البطاطا عندنا مسلوقه، والكفته، البصله، كيسو، وتابعوا معنا. دعقنا البطاطا، صيبناها هي دعقناها، دابا نزيدوا عليها شويه ديال الملح، شرشات الملح، غنزيدوا عليها شي فورماجه وكيسو. دابا غنخلطوا هاد كيسو فورماج، نعجنوها وندوزو نشحروا الكفته والبصله. تتابعوا معنا ان شاء الله. انا كنشحر الكفته والبصله، غنزيد عليها العطريه الكفته، غنزيد عليها شويه ديال الملح، دابا حنا نزيدو مطيشه، غنديرو الزريقات ديال سيدنا موسى، غنشحرو كلشي. صابو بشاميل، عندنا نصيطات الحليب، عندنا معلقه الزيت، شي شويه البزار، معلقه صغيره، وشي معلقه ديال الطحين، والزعتر، وفورماجه. غندوزو دابا نصايبو بشاميل ديالنا. درنا دابا الزيت، حنا زدنا عليه الطحين، زدنا عليه الحليب، نزيدو شويه ديال الملحه، نزيدو شي شويه الابزار، شويه ديال الزعتر، نزلنا عليه فورماجه، حركو مزيان. نديرو بيشاميل هو الاول، نزيدو عليه البطاطا، درنا طبقة البطاطا، دابا غنديرو طبقة الكفتة. طبقة بشاميل، بيشاميل، غنزيدو عليه كيسو وندخلو الفران يطيب. وكيكا هو شو كيفاش جا، احنا طيبنا سالينا. نتمنى يعجبكم الصحة والراحة.